وتنسمعوا بان مجلس العماله ما عندوش امكانيه. اليوم الاولويه الوطنيه هو الاشكال. الناس كتموت في النار. احنا عندنا 70 75 واحد كتموت في النار. راه لو كاين شي حاجه سميتها الاولويه راه هي وبزاف الامور تخصها دار من غير هذا الشيء ديال هذه القضيه ديال لوبيتال اوني داكور انا تنعاود ناكد عليك لان السيد الرئيس ديال مجلس الجماعه كان ذاك النار صارم في هذا الموضوع ويقول ما غيزيد الترياق حنا خصنا نكونوا مستعدين ان نزيدوا اكثر هذه المساله الاولى تكلم جلاله الملك في الخطاب ديالو على التراخي وهذا واقع كاين يمكن لينا نديروا حملات تحسيسيه حنا يمكن لينا نديروا حملات تحسيسيه للمواطن بشكل علمي وبشكل اللي يعطي النتيجه ديالو كاينه واحد النقطه اخرى السيد الرئيس خصنا نتابعوا لها افيكسيفمون هي ان بروبليم دو بيرسونيل ميديكال واخا دير دابا انا علاش ما نطابقش مع السي بريجا في الفكره ديال لافوار ماشي كفكره ولكن لو كور ميديكال اللي غادي تما ما عندكش ولكن الناس عندهم عائلات عندهم عائلات ما تيشوفهمش عندهم عائلات كيلسوف هاد الاطباء وهاد الممرضين راه كاين اللي ما كيشوفش مراته ما كيشوفش بلادو لان خاف يدخل لها الكوفيد في الدار مشيو ندقوا على هاد الناس في الدار ندخلوا عندهم غير بورده عطا الله ما يدار السيد الرئيس وعندنا الامكانيات راه ماشي ما عندنا انا ما بغيتش نقول واحد كلمه ولكن في الاخر غادي نقولها ما وماشي زعما قبحيه ولا شي حاجه غير بغيت نقولها باش نكون ما يمكنش يكون الرئيس راكب في اودي ويقول لنا ما عندناش الامكانيات راه ما يمكن ركب فيها مزيان انا كتحمر ليا وجهي ما عنديش مشكل انا فرحان بها تركب فيها ولكن ما تجيش هو يطلب تقول لنا ما عندناش الامكانيات في موضوع مشكل كبير بحال هذا هذه مساله اسمح لي انا كنفعل فيها انا كتعصب وفي نفس الميزانيه عندي 600 مليون ديال مركز متعدد الاختصاصات ما عرفت شنو هما الاختصاصات كاع ونقول ما عنديش امكانيات الكوفيد وكاين ما يدار الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.